وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد ضيفي الكريم بعد التحية. ما هي أهمية اجتماعات المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية في ظل الأزمة العالمية التي تمر الآن؟ يمكن المجلس التنسيق اللي تم يمكن بقرار من فخامة رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي، واحد من أهم الاختصاصات به هو التنسيق ما بين سياستي المالية والنقدية في ظل متغيرات كبيرة جدا بنشهدها على الصعيد العالمي وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، وازاي ان في كتير من القرارات اللي تؤثر على الاخرى، بمعنى ان احنا شفنا يمكن من قبل البنك المركزي خلال الفترة الاخيرة رفع لأسعار الفائدة، ازاي ان ده بيكون له تأثير على السياسات المالية من حيث مستويات العجز وزيادة فوائد الديون وغيرها من النقاط الاخرى، وبالتالي لابد ان يكون هناك تنسيق ما بين السياسيين علشان نقدر ان احنا نواجه المتغيرات الكبيره جدا واللي بيجي طبعا على راسها الارتفاعات في معدلات التضخم عالميا، واللي اكيد الاقتصاد المصري تاثر بهذا الامر وحدث ارتفاعات في معدلات التضخم الفتره الاخيره. عمليه التنسيق هتدي اكيد حلول كبيره جدا تقدر ان هي تواجه هذه المتغيرات، لان احنا كمان يمكن حتى على الصعيد العالمي احنا شفنا يمكن البنك الفيدرالي الامريكي منذ لحظات كان اعلن عن وعده باستمرار رفع لاسعار الفايده خلال الفتره القادمه حتى تنخفض معدلات التضخم بالاقتصاد الامريكي، اكيد ده هيكون له تاثير على الاقتصادات الناشئه واكيد على الاقتصاد المصري، فعمليه التنسيق في هذا الامر في هذا التوقيت اكيد هيكون ليها مردود ايجابي للتعامل مع المتغيرات الكبيره التي تحدث. في إطار هذه المتغيرات في رأيك ما هي الخطوات التي تبذلها الحكومة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للأزمة الأوكرانية فيما يتعلق بالاقتصاد أو التضخم؟ الدولة بتحاول أن هي تتحرك بعديد من الخطوات، على أساسها طبعا إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تقديم مزيد من الحوافز والضمانات والتسهيلات، التغلب على مشاكل كان أعلن عنها القطاع الخاص مثل البيروقراطية، روتين ملف الأراضي، تكلفة الحصول على الطاقة، عملية التراخيص، دي كلها من النقاط المهمة جدا اللي الدولة بتحرك عليها، بجانب طبعا تنشيط سوق الأوائل المالية وزيادة حجم الطروحات الحكومية خلال الفترة القادمة، وبالتالي الرهان على القطاع الخاص، زيادة حجم الاستثمارات ومن ثم زيادة الإنتاج من السلع والخدمات في السوق، العمل طبعا على الرقابة الخاصة بالأسعار على السوق، دي كلها نقاط يمكن الدولة بتحاول ان هي تتحرك عليها بغرض السيطرة على معدلات التضخم بجانب طبعا الإجراءات الخاصة بسياسات النقد. نعم، الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك.